الأصيل لهذا الشعب، ورفضكم للتطبيع هو الموقف الأصيل للشعب المغربي. فلسطين في وجه الهمجية الصهيونية والفاشية. نقف اليوم في هذه الوقفة الشعبية بتنسيق مع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ونهضة التطبيع باسم مجموعة العمل الوطني لمجلس فلسطين من أجل التعبير عن ثلاث رسائل. أولا ضد المجازر الصهيونية في جنين وفي الضفة، وضد الاقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى المبارك من طرف حكومة نتنياهو وبن غفير، وضد كل هرولة التطبيع التي يقودها بوريطة اليوم بتنظيم ما يسمى قمة النقب الثانية في الصحراء المغربية. هذه الجريمة التطبيعية التي تنضاف إلى سلسلة جرائم التطبيع التي حفلت بها الساحة المغربية منذ تقريبا 24 شهرا. اليوم نحن نقف هذه الوقفة كي نبعث رسالة إلى القرار السياسي المغربي أن التطبيع هو جريمة بحق الوطن ثم بحق فلسطين. التطبيع باسم الصحراء هو خيانة للصحراء. العالم كله كيتفرج اليوم على فلسطين كتتقتل يوميا، الأمم المتحدة كتتفرج، المنتظم الدولي كيتفرج، النظام المغربي اللي الدولة ديالو النظام المغربي اللي كيعتبر نفسه هو الرئيس ديال لجنة القدس كيتفرج على فلسطين وعلى القدس كيتقتلوا فيها البنات والأبناء ديال فلسطين. نحن هنا لنقول على أن الشعب المغربي قواه الحية كلهم مع فلسطين، وعلى أنهم سيستمرون في النضال إلى جانب فلسطين، ونحن لعلاقات تطبيعية مع الكيان الصهيوني رافضون، وسنستمر في النضال حتى إسقاطها، حتى طرد آخر صهيوني من بلدنا. لا يشرفنا، لا يشرف دم شهداء الشعب المغربي أن يطع أي صهيوني بلدنا هنا، ولهذا سنستمر بفضل هذه الشريفات وهؤلاء الشرفاء حتى طرد الصهاينة من بلدنا. رسالة نوجهها للمنتظم الدولي بأن التدخل والضغط من أجل توفير الحماية لدى الشعب الفلسطيني المدنيين، وأيضا هي رسالة للدول المطبعة ومن بينها بلادنا أن هذه الجرائم ترتكب في ظل هذا التطبيع، وهو يعتبر بمثابة شرعنة وتزكية لهذه الجرائم، وهي رسالة من الشعب المغربي للتراجع عن المسار الخاطئ، خاصة ونحن نستحضر أن اليوم يتم الإعداد لاحتضان بلادنا لقمة النقب الخيانية جوج بما تمثله من إطار للتحالف ما بين الكيان الصهيوني والدول المطبعة ضد مصالح الشعوب العربية. فهذا المسار هو فتح للمغرب على الاستقرار والأمن والتوتر الإقليمي، وأيضا رهن للاحتصار الوطني بفعل ما يتم من اتفاقية تجارية. لذلك فالشعب المغربي من خلال هذه الوقفة ومثيلتها مستقبلا يؤكد على مواقفه أنه مع فلسطين وضد التطبيع حتى تتحرر فلسطين، حتى نصلي في القدس مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم محررة إن شاء الله تعالى. هذه المدعومة من الأمبريالية الغربية بقيادة أمريكا، نقف اليوم لنؤكد أننا على الدوام مع المقاومة.